حكاية الليلة غريبة وعجيبة وأول مرة غادي نسمع بحالها. ماشي حب ما بين طرفين، ماشي اعتداء، ماشي خيانة، ولا موضوع أصلا داز على القناة من قبل. هذه محنة اللي غادي تسالي نوعا ما بمنحة، خوف مراهقة من ردة فعل أمها على شر قدر اللي وقع لها، غادي تخليها باش أنها تكذب عليها وتمادى في الكذبة إلى أن النهاية لن تحمد عقباها. حكاية الليلة درس كبير وقوي للأمهات والآباء وحتى المراهقات. وجدوا لي شي بديسة مريحة وأجوا عطونا ودنيكم. سلام سلام ومرحبا بكم على قناتنا اليوتيوب سلاميلي. كنتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير واموركم هانيه. اذا كنت جديد على القناه مرحبا بك، واذا كنت من اهل الدار الدار دارك. خلينا ما نطلش عليكم اكثر ونقول لكم لنبدا. كتقول صاحبه الحكايه: انا سميتي نسرين، تزاديت وسط واحد العائله اللي ماديا كانت مقاتله مع الوقت. ماما من عائله ميسوره، ولكن بابا من عائلة اللي هي بسيطة وبعيدة. واخا ماما كانت من عائلة ميسورة، غادي تبدا هي وبابا من الصفر. مع الوقت غادي نكون انا هي البنت الكبيرة الوالدية. من بعدي بثلاث سنين ونص غادي يتزادوا ثلاثة ديال خواتاتي واحد اخرين اللي بيناتهم كان عام عام عام. الصغر ديالي صراحة كان عقل ما دوزش فيه شي حوايج اللي كانوا خايبين. تربيت باللي ما عندناش ماديا، وقريت في مدارس اللي كانوا عاديين، وبعض المرات كانوا كيجلسوني من الروض باش انهم يشريو شي ضروريات عندهم في الدار. كنا غير كارين. والدي قارين واخا ما خداميش مزيان. بابا من نوع الهادئ ودرويش وداخل سوق راسو بزاف، ما كيغوت ما كيضرب ما كيخرج عينيه. اما ماما من النوع اللي حاره في شقاها واجتماعيه بزاف، العكس ديال بابا، وكتبغي كلشي وكلشي كيبغيها. لكن فيها نقطه وحده اللي غالبه عليها وكتبان ليا سوداء، هي انها كتحبط وكتهبط لك المعنويات، خصوصا معايا انا بنتها الكبيره في الدار. انا اللي خصني نتحمل المسؤوليه نتاع خواتاتي، وانا اللي كنتحمل العواقب نتاع شي اخطاء الا هما داروها. حاجه وحده ما كانتش مكلفانا بها ماما وحنا صغار، هي المسؤوليه ديال الشقه. انا من النوع اللي كبر ومسؤول على راسه في المدرسه، في طريق المدرسه، في حياتي عامه. من نهار عقلت على راسي وانا ماشي اجتماعيه او لا فيا البساله، دايره بحال شي حجره. اذا حطيتوني في شي بلاصه غتمشيو تدوروا وترجعوا وتلقاوني فيها. ما كنهضرش، ما كنتناقش، ما كنتش قاريه بزاف، ولكن كنت كنجيب نقاط اللي كانوا مستحسنه وكنت كنجح. كنت كنحشم بزاف لدرجه انه ضربيني ولا تقتليني ما نقول لك والو، غادي نسكت وتجيني عادي، ولا ضرتني شي حاجه كتبقى لداخل عندي. الوقت كيدوز، غادي نكبر انا وخواتاتي، وبقيت مستمره في مدارس حكوميه، قريت وكل عام كنت كنجح ولله الحمد بنقاط كيف قلت لكم اللي كانوا مزيانين. خواتاتي كنت ديرهم في عينيا، وحده كانت الدم ديالي، وحده الروح ديالي، وحده كانت هي انا. تخيلوا ما نقدرش نعيش بلا بيهم، واذا بغات توقع لهم شي حاجه الله يحفظ توقع لي انا ألف مره وماشي هما. كبرت على خواتاتي كنتسطع عليهم وربيتهم فاش ماما كانت كتخدم. ورغم اني ما كنتش كنجي انا الاولى في القسم، كنت ضروري كناخذ شي شهاده ديال التميز في شي ماده. عندي قرايتي اهم حاجه، حيت عارفه بلي انه ما كاينش اللي غادي يعتقني شي نهار من غيرها. هذه كانت من جهه. من جهه واحده اخرى ماما كانت مزيانه معنا، كتعرفنا غير خصنا نقراو وصافي. قريت حتى وصلت للاعدادي وتعرفت على واحد البنت اللي سميتها فاطمه الزهراء، اللي غادي تولي اختي وماشي غير صاحبتي. حتى لهنا كنت ديك الانسانه اللي عاودت لكم عليها في الاول، هاد او كيف الامانه. عمرني ما هربت من دارنا ولا تعرفت على شي ذكر، وما كنخرجش الا ما خرجت معايا ماما. كنعرفها غير هي وبابا وخوتي وقرايتي. ما كنعرفش بزاف ديال الحوايج في حياتي بسبب انني كبرت بحال هكا. وانا في التاسعه فاش تعرفت على فاطمه الزهراء، غادي نجيو في واحد القسم اللي كان شويه خايب، وانا بحال نوعا ما غادي نشوف الحياه من جهه واحده اخرى. غادي نولي كنهضر واحد شويه مع الدراري، غنقدر نضحك معاهم. والتلاميذ اللي معايا كان عندهم تليفون، ولكن انا ما كانش عندي ديك الساعه. من مورا ما نجحنا في التاسعه بصعوبه، غادي تصيفطنا مدرسه نقراو في مدرسه واحده اخرى اللي كانوا وحده بعضياتهم. غير هو ديك الثانويه اللي صيفطونا ليها ما كناش اصلا ناويين اننا نكملوا فيها، حيتاش القرايه فيها كانت صعيبه بزاف ومزيرينا. صيفطونا ليها غادي نتفرق انا وصاحبتي، هي في قسم وانا في قسم، غير ان غادي نحط رجلي في هاد المدرسه اولا في هاد الثانويه غنولي من مشكله لمشكله. في السانكيام غادي يوقعوا لي بزاف ديال المشاكل مع البنات، لانه ديك المدرسه كانوا فيها غير دوك اللي والديهم لاباس عليهم. واخا كانت حكوميه كان فيها التنمر بزاف، وكان شي تيفضلوا على شي. انا هادشي ماشي معجبنيش، ولكن كنت كنحس به وما تيخلينيش انني نكون مرتاحه. في الاول ديال العام جبت شويه المعدل هابط، في الدوره الثانيه جمعت راسي ونجحت. عام داز طويل وخايب وعامر مشاكل.
كيف قلت لكم ماما كانت صعيبة وخايبة معنا في التربية ديالها، هي مهلية فينا وهزنا بسنانها، ولكن ماشي من داك النوع اللي كيشجعك. فمها فيه غير السلبيات وتقدر من النوع اللي تقتلك على وديت القراية، أو حتى إذا حصلتي مع شي ذكر راه تقتلني. تخيلوا كان إذا طاح لي الكاس وتهرس كنت كناكلي عليه قتلة ديال العصا. ديما كتعطيني الأمثلة بالبنات، شوفي لالياتك. غادي نطلع للسيزيام بديت كنحس بديك المراهقة دخلتني، درت التليفون، درت الواتساب، وسائل التواصل كلها درتها، درت لاباري سناني وليت كنتهلا في راسي. هذاك العام حسيت بالانوثه ديالي، وليت كنخرج بخبرهم ولكن تنقول لهم غير هنا، وكنت كنبعد، كنت كنخرج مع الدراري وكنلوح تصوري كل نهار في الفيسبوك. تعلقت بالتليفوني وليت مهوسه غير خاصني نلبس مزيان، خاصني نقاد شعري، ندير المكياج قبل ما نخرج، ونضحك مع هذا ونهضر مع هذا. وبحثت على قرايتي، غادي نتعرف على واحد صاحبتي وحده اخرى اللي سميتها كوثر، حتى هي اللي كانت اكثر من صديقه. المهم وليت وقت ما جا يدوي معايا شي دري تنحس بلي الحياه ضحكات ليا، وكنتطلق وكنضحك معاهم، ولكن عمرني ما درت شي حاجه اللي ما كنحس عليها، كان هادشي محبوس في نطاق تدواز الوقت والضحك. حاجه وحده كنت كندير هذاك العام وهو الصلاه، وكنت مواظبه على الفجر. فداك العام الدوره الاولى دوزت غير تفليه ونشاط، فاش وصل وقت النتائج غادي نلقى بلي انني جبت من تحت المعدل، وهنا كانت الصدمه وتخلعت وما قدرش نوريها لعائلتي. قلت عرفتي يعني سيرين شنو غادي ديري، زوريها ومن بعد جمعي راسك في الدوره الثانيه ونجحي وغادي تعوض اللي فات. داكشي اللي درت غادي ندير واحد النقطه اللي كانت عاديه او فوق من المعدل وصافي. المهم ملي زورت النقطه غادي نوريها لوالديه، قنعتهم بها واخا ما عجبتهمش. من موراها فاش نويت انني نجمع راسي وبديت كنحفظ، غادي تجي كورونا وقفونا على المدرسه، وبقيت كنحفظ غير من الدار، وتنوجد حتى لواحد الصباح غادي يقولوا لنا بلي انهم غادي ياخذوا اولا غادي يعتمدوا على النقط نتاع الدوره الاولى فقط. دارنا كانوا تيقولوا بلي انني ناجحه مادام غادي ياخذوا الدوره الاولى. بالحق انا اللي كنت عارفه الحقيقه بوحدي، بقيت كندور في عيني ما عرفتش باش تبليت. شويه سمعت بلي انهم غادي يزيدوا شويه ديال النقط على ديك الدوره الاولى، انا بقيت معلقه امالي على هاد الهضره وبقيت كنتسنى. حتى لواحد الليله سقط الخبر لواحد زوج بنات كانوا تيقراو معايا بلي انهم منجحوش. بكثره الخلعه بلي انني ما غاديش نسقط ودارنا ما غاديش يرحموني، خصوصا انه ماما كانت عندها العائله والناس اهم ليها من انني نسقط او لا توقع لي شي حاجه. هي فعلا داك النوع اللي تيصلي وكيدير بزاف ديال الحوايج في حياته زوينين ومع الناس، ولكن نوعا ما ما كانش كتامن بالقدر خيره وشره. هي كتعرف غير خصك تنجحي، خصك تكوني مزيانه، تكوني مقاده في الفورما ديالك، وبحال هاد الامور التافهين. انا ديك الليله فاش سمعت الخبر نتاع دوك البنات داخت بيا الدنيا، طفيت تليفوني وحطيته وبقيت الليله كامله وانا كنصلي. اقسم بالله اذا عرفت شي حاجه غادي توقع ماشي حتى لهي اذا سقطت. بقيت الليل كامل وكندعي الله ماشي باش ننجح، لا تنقول يا ربي اذا كنت انا ساقطه يا ربي ما بغيتش نفيق في الصباح، غير ديني عندك. هادشي كله حيتاش ماما كانت قاصحه معايا وحيتاش ما غاديش ترحمني. بحال واحد النهار كنت بغيت غير نعاونها، طاحت لي واحد الجهه في البلاكار ديال الماعن. قسما بالله اذا كتعضني حتى كنحس بالحمي في لسانها. انا كنت انسانه قليله صحتي، ما كنتش غليظه، كنت غير كتشوف شي بنيته غليظه وطويله كتعيرني بشي حوايج اللي ماشي انا اللي كنتحكم فيهم. عاد زيد عليها شي مرات اللي كانت كتعيرني حيت انا تزاديت في ظروف اللي هي وبابا كانوا يلاه بداو فيهم وكانوا في الفقر وما عندهمش. كتعيرني مثلا سيري انت ما لقيناش حتى باش نديروا لك ليكوش، اولا تضربني اذا دات شي وحده من خوتي شي بساله. المهم هذاك الصباح ترددت بزاف واش نهز التليفون، حيت كنت عارفه انه النتيجه غادي تخرج. غير انا هزيته لقيت راسي ما نجحتش، الدنيا طارت بيا، عيطت على فاطمه زهره وكوثر وبقيت كنبكي عليهم. تيقولوا لي مالكي؟ تنقول لهم راه ما نجحتش، غيجيو عندي ويخرجوني داك النهار بالضبط. بديت كنبكي كنبكي ونويت انني نرجع للدار ونصرحهم. جاو معايا للدار ما قدروش يزعموا يقولوها في بلاصتي لدارنا، وحتى انا سكت وما قلت والو. غادي نجمع خواتاتي الصغار ونقول لهم الحقيقه. خواتاتي ماشي من النوع اللي تيوصلوا الهضره، لا كنت بحال منهم، اي حاجه كيجيو كيقولوها ليا وكانوا كيخطوا عليا. دوز هذاك النهار وانا مازال ما قادره نقول لهم والو. قلت عرفتي بلاتي ندوز شي ايام حتى نتقبلها انا شخصيا ونقولها لهم. والحاجه اللي درت وندمت عليها هي انني غادي نقطع في هذه المده الصلاه، كانه خاب لي ظني، وكنت كنتسنى شي مقابل من عند الله فاش ما نجحتش. الله يسمح لي سخطت على كل شيء ويأست، ما بقيتش كنهز القران، ما كنسبح، ما كنحط جبهتي على الارض. بعدت من سيدي ربي بسبب قدر اللي كان مكتوب عليا. بقيت بحال هكا اليوم غدا اليوم غدا، حتى قررنا نسافروا لواحد الدار حدا البحر باش نبدلوا ديك القنطه ديال كورونا، وفي نفس الوقت تما راه ما كاينش الصيام. دوز داك الصيف وانا مخبيه الحقيقه، وانا نقول خليهم حتى الاول ديال العام ونقول لهم شنو كاين.
كنت غادي ندير راسي بلي انا اللي بغيت ندوز الجهوي في الاول ديال العام ونقول لهم حقا وقع لي مشكل في الجهوي وما نجحتش، هكا حسن ما يعرفوني بلي انا اللي زورت داكشي اللي درت. سافرنا وسافرت معايا صاحبتي وهما بزوجات بقاو معايا تيعاونوني نفسيا باش ما نتاثرش ما نزيدش نقفرها. في ديك السفيره بديت كنراجع راسي ولقيت بلي هذيك اللعيبه ديال انه تعرفي على الدراري والنهار وما تلقابلي التليفون راه ما خدامهش، فبديت كنحيد عليا الناس ومع المده غادي نبدل نمرتي. رجعنا من العطله وجا وقت الجهوي وجدت راسي زعما باش انني نوجد ديك الوقت باش يتيقوني والديا. كنت نخرج من الدار وكنت كنمشي نجلس في القهوه وكانوا صحاباتي نجحوا هذاك العام كانوا كيدخلوا كيدوزوا في ديك الوقيته، انا كنبقى غير جالسه كنتسناهم في ديك القهوه. ديك اللحظه ما كنتش حاسه بديك الدقه لانه بحال لقيت حل كيفاش نخرج من هذا الشيء. صحاباتي بداو كيدوزوا الباك وانا زدت قفرتها حيت مازال ما صارحتش والديا. وليت كنفكر صباح وعشيه كيفاش غادي نعاود لهم. من بعد غتجيني فكره من عند صحاباتي بلي ما نقولهاش لهم دابا ونقول لهم بلي انني راني نجحت وفي الباك راني سقطت باش بلا ما نعاود نزور ولا والو، واخا كان هادشي فيه زوار واحد اخر. المهم كانت غير فكره دايزه ولكن انا شديت فيها بسناني وقلت هذه هي اللي غادي ندير والعام الجاي غادي نقول لهم شنو واقع. سالا الجهاوي واخد النتيجه وقلت لهم بلي انني نجحت وزورت كل شيء واي حاجه طيح في بالكم درتها وتقنتها. درت بلي انه جبت الجهاوي مزيان وكل شيء داز بخير. دوزت العام مزيان من موراها قررت باش انا نتحول انا وفاطم زهره وكوثر من ديك المدرسه اللي كانت مزيره وما تيرحموكش اذا غيبتي لانه تيمشيو ليك النقاط. قلنا غادي نمشيو واحد المدرسه واحده اخرى مرخوفه غادي يكون حسن، صحاباتي يقراو الباك وانا غادي نعاود السيزيام. داكشي اللي درت دفع الطلب انا الاولى بغيت نتحول غادي يقولوا لي اجي. البنات صحاباتي قالوا ليهم بلاتي حتى نشوفوا واش كاينه ليكم بلاصه. هاد المدرسه فاش غيسرقوا الخبر بلي انني كنت ساقطه غادي تعكسوا معايا. فاطمة زهرة غيتوصلت لها واحد السيد وتحولات وكوثر تحولات بلا واسطه. انا بقيت في ديك المدرسه والمشكله الكبيره اللي عندي هو انه فاش غادي نبغي نتحول ما بغيتش نخدم الوساطه من عائلتي حيت غادي يعرفوا بلي انه انا ماشي في الباك، يعني خاصني نتكلف راسي براسي. بقيت كنقلب وكنجري من هنا من هيه، مشيت للنيابه وطلبتهم ورغبتهم والو واش لقيت لي عاون. كل نهار تنهز حويجاتي ونتيجتي وكنقلب شكون يتوسط ليا شكون يعتقني حيت صعيب تحول من ثانويه لثانويه اللي هي حداك. غادي نمشي نقلب على داك اللي كان غيتوسط لي صاحبتي فاطمه الزهراء وغادي يتوسط ليا انا. وفعلا نجحت القضيه، طلبوا مني انني نجيب الانتقال ديال المدرسه ولكن الطامة الكبرى خاص واحد من والديا يسني لي على ديك الورقه باش نتحول. غندي ماما ودرت بلي انني غادي نخليها انها تسني بدون ما انها تقرا ورغم انها قاريه. ولقيت بلي انه الام ما عندهاش الحق تحول ولادها، يعني بابا كان مضطر انه باش يدير لي وكاله ويحولني. وحيت عرفت راسي ما كملناش ديك الثانويه لما بدات القرايه غادي نمشي اسبوع واحد، اما الاسبوع الثاني غيبت فيه 4 ايام اللي فيها كنت كنقنع بابا باش يدير لي انتقال مع كان ديك الساعه مسافر يدير لي غير شي وكاله. واحد النهار الاربع المدرسه غادي تعيط لبابا وقالوا ليه الو الو واش انت هو الاب ديال نسرين؟ اييه بنتك راه عمرها ما جات هذا العام. ديك الساعه كنت غيبت السبت والاثنين والثلاث والاربع عيطوا عليه وهو عيط لي قال لي حاش ما كتمشيش قرايتك؟ قلت ليه لا راه كنمشي يا بابا راه غير هاد 4 ايام قلت لك غادي نتحول قلت بلا ما نمشي. قال لي عافاك دخلي حتى نلقاو شي حل الله يرضى عليك ما تبقاي مغيبه. داكشي اللي درت لغد ليل الخميس ديت ماما على اساس الحراسه يعطوني الورقه باش ندخل نقرا بيد ما يحولني بابا. ايوا ملي مشات معايا ماما للاداره قالوا ليها بلي انه بنتك عمرها ما دخلات وبزاف ديال الحوايج. انا ما كانش خلاني هذا الكلام بديت كنبكي وكنشهق حيتاش باغا غير تخرج من تما. مع خفت لي يقولوا لي راه بنتك ما نجحاتش وهي كان كيسحب ليها بلي انا داخل نقرا الباك. درت اكبر مغامره، ماما من النوع اللي كيثيق اي حاجه من الغريب وانا ما تصدقنيش ولا نحلف ليها بالله. بقات كتغوت عليا قدام الاداره شوهاتني انا تنبكي. واحد الحاله هاد الحاله غادي تسالي الحمد لله على خير. اعطوني ورقه ماما ملي خرجت مشات عند بابا وزادت لي فيه. الاداره لما كانوا تيهضروا مع ماما كانوا قالوا ليها خصك تبعي بنتك وشكوها في عراضي وشرفي وانا كنسمع وربي شاهد عليا. واخا داك الضحك والمساله عمرني ما درت الحرام ولا قرب مني شي ذكر. المهم ماما وبابا تفقوا بزوج وقالوا بلي انه ديك المدرسه
هي اللي ما غاديش نخرج منها. غنقرا تما حتى غادي نشد الباك، واصلا كنبقى ليا عامين هذه الاولى. وثاني حاجه ما يمكنش ليا نقرا في مدرسه نشوف فيها صحاباتي نجحوا وصحاباتي اللي كنت متشبته بهم ومتشبتين بيا تفرقوا عليا في مدرسه اخرى. تمشكلت في ذوك الايام بحال كنت هزه جبل من فوق من ظهري، كنبكي ويئس وتنقول ما يمكنش يوقع ليا هذا الشيء، وما كنتش عارفه بلي انه اللي جاي كفاس من هذا الشيء. دازت الايام وتحولت نسرين لاخرى، تقولوا هزيت وحده وحطيت وحده اخرى نتاع الابتدائي، ما كان تحرك ما كان دوي مع حتى شي حد، وحتى شي حد ما كان كيزعم عليا، كنبقى في الاستراحه غير بوحدي. غادي ندوز اكفس ايام حياتي في ديك الثانويه، شفت كل ما كانوش خواتاتي خصوصا فردوس وصحاباتي، عام الله شنو كان غادي يطرى ليا اليوم. كانوا منسيني بزاف وكيتعرضوا ليا وكيجيو عندي للدار وكيواسوني، وقفوا معايا وقفه ديال الرجال. كوثر مثلت ماما كانت كتمشي معايا المقاطعه النيابه، مره كانت كتجي عندي الثانويه كانت كتعنقني. فاطمه زهره كنت كنبكي وهي كانت كتبكي، مسحوا لي دموعي ووقفوا معايا. الكتوبه كانوا كيعطيوهم ليا، كنحفظ عندهم بالتخبيه، ما خلاو ما داروا معايا بسببهم، رجعوا لي ضحكتي. دوز داك العام اللي كنت كنحفظ فيه غير من اللي بالتخبيه، وخصني نعرف شحال من امور ديال الباك لانه عائلتي قريه ويقدروا يسولوني في اي لحظه. فوق هادشي سري عمرو ما عرفو شي حد. ماما عند بالها بلي انني في الباك، طلبتهم بلي انني ما نديرش المراجعه داك العام باش ما يشكوش. كملت داك العام غير بالسخفه، كل نهار قاسة في القسم وانا خايفه لا شي نهار يسولوا عليا والديا في المدرسه. كنسالي الحصه كنمشي تنجري لدارنا باش ما تعطلش وما نقدرش نغيب، هادشي كله باش ما نخليش والديا فرصه في انهم يجيو للمدرسه يسولوا عليا. دوزت عام مكرفص وصبرت، قنعت والديا نبدا نمشي عند فاطمه الزهراء وكوثر، نمشي نحفظ معاهم باش نوجد الباك. وانا ديك الوقيته كان خاصني ندوز الجهاوي غير باش ما يعيقوش بيا، في نفس الوقت نوهمهم بلي انني كنوجد الباك. وافقت ماما ومشيت عند فاطمه الزهراء اللي حلات ليا البيبان ديال دارهم اللي كانوا سايقين الخبر. كملت ايام الجهاوي ورجعت لدارنا كانه ما وقع والو، وهنا بديت كنفكر كيفاش ندوز الباك وكيفاش نخليهم يصدقوني بلي انا في الباك. في امتحان الوطني غادي نصور ديك الورقه باش غادي ندوز الامتحان، اي حاجه تطيح لكم في بالكم زورتها على اساس انني غادي ندوز داك الوطني. صباح ديال الامتحان فقت ومشيت على اساس انه بابا غادي يوصلني غير نص ديال الطريق، غير هو غادي يزيد غادي نمشي عند دار صاحبتي فاطمه الزهراء نتخبى فيها. ولكن وقع واحد الامر اللي ما كنتش خططت ليه، بابا غادي يوصلني حتى لداخل ديال المدرسه ويبقى واقف عليا حتى ندخل مع الباب. اضطريت انني نهز ورقه ديال الامتحان اللي كانت مزوره ودخلت الحمام ديال المدرسه وبقيت مخبيه تما. واحد الوقيته غادي يجيو عندي الاداره حيت جابوا شي تلميذه باش تدخل للتواليت عزكم الله، منين شافوني قالوا لي انت خرجتي. ديك الوقت قلبي كان بغى يخرج من بلاصتو، قلت اليوم غادي ندخل الحبس على شي حاجه ما عرفتش كيفاش هبطت عليا. قلت لهم لا راني مريضه وما قدرتش ندوز، غندفع شهاده طبيه. قالوا لي عطينا الورقه باش غدوزي امتحان، الورقه اللي انا زورت